السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه السلسلة الجديدة اللي غادي نحاول نخدم معكم أغلب أنواع الملاقية ديال الراندا. اليوم غادي نخدم معكم ملاقية الواحد. طبيعة الحال يعني هذه الملاقية مهمة بزاف، ضروري خاصكم تعلموا لها عادة، من بعد تقدروا تخدموا الجوزة أو تقدروا تخدموا ملاقية اللي يكون الحجم ديالها أكبر من هذه. اول حاجه كتثبتي الخيط في الثوب بهذه الطريقه، هذا الحرير العادي على 3 ديال الشعرات، ورقم الابره اللي خدامه بها هي 6، ممكن تخدموا بالابره رقم 5. من بعد كتهبطي الخيط لتحت وكتمشي نيشان يعني للطرف المقابل ديال الثوب، وكتحاولي انك تعاودي تثبتي الخيط. فغادي نديروا هذه الطريقه هذه، ومن بعد غادي تخلي الخيط الفوق بهذا الشكل. حاولوا انكم تركزوا على الاتجاهات ديال الخيط، اتجاهات مهمين بزاف. دابا غادي تخدمي بهذه الطريقه وديري غرزه، فهذه هي يعني غرزه وحده، هذه الملاقيه هذه فيها غير غرزه وحده، هادشي علاش هما سموها الملاقيه ديال الواحد. الان الخيط الفوق وكتمشي لتحت وديري غرزه في الثوب بهذا الشكل. الان العكس، غادي تهبطي الخيط لتحت وغتمشي لهاد الغرزه الاولى اللي خدمنا، الغرزه الوحيده اصلا اللي خدمنا، وغادي ديري فيها غرزه بهذا الشكل. الان غادي تخلي الخيط لتحت بنفس الطريقه وغتمشي للثوب. لاحظوا معايا مزيان، هاد الملاقية هادي وحتى الملاقية اللي قبل منها راه فايت ليا، كنت خدمتهم معاكم شحال هذا، ولكن كان التصوير يعني سيء جدا، وهادشي علاش قررت انني نعاود نخدم هادوك الملاقيات اللي ما كانش التصوير ديالهم مزيان كاملين. غادي نعاودهم وغادي ندير على شكل سلسله، يعني تكون حتى الا كانت شي وحده يلاه غادي تبدا تتعلم، تتبع معايا غير السلسلة. انا غادي نحاول نمشي من الحاجة السهلة للحاجة الصعيبة، يعني نبقاو غاديين بشوية بشوية. المهم دابا من بعد ما درنا هاد الغرزة هادي في الثوب، كتهبط الخيط لتحت وغادا تمشي لهنا لهاد الغرزة هادي، وغاد تجري البرا بهاد الطريقة. هنا حاولوا انكم تزيروا ليد كتجر، وحاولي انك تدفعي بضفرك، او اللي ما عندهاش الضفار دفع بصبعها، وتبتوا هذيك الغرزه في بلاصتها. الان غادي تمشي للثوب اللي فوق وديري هذه الغرزه هذه بهذا الشكل، كتجر الخيط مزيان لتحت بحال اليد كتجر واليد كتدفع، يعني اللي كتخدم باليمن اليد اليمنيه كتجر واليد اليسريه كتدفع، كلي ما كتعاودش ترجع تدفع الغرزه بهذه الطريقه هذه كيف ما درت الان، كي ما كتديرش بحال هكا، يعني غير كتجر الخيط وكتمشي، فكتجي الخدمه كامله مرخيه وما كتجيش زوينه. المهم انا هذه طريقتي في الخدمه، كنحاول ان كل غرزه يعني تكون في بلاصتها. المهم الان درنا هاد الغرزه بهذه الطريقه، ودابا غنهبط الخيط لتحت ونمشي للثوب ونخدم غرزه في الثوب، وكنجر الخيط مزيان. من بعد كتلوحي الخيط الفوق وكتهبطي لهاد الغرزه الوحيده اللي كاينه هي هذه، وغادي تجريها وتثبتيها مزيان، كتخلي الخيط الفوق وكتهبطي للثوب. Thank you.
لاحظوا معايا هذا هو الشكل ديال هذه الملاقيه. هذه الملاقيه بسيطه وسهله وهي للاغلبيه كيخدموها. الان فاش كيسالي لك الخيط غاده دفني الخيط في وسط الثوب بهذا الشكل، ما كديري لا غرزله حتى شي حاجه، مباشره كتمشي دفني الخيط وكتجيبي خيط جديد كتعاودي تخدميه في نفس المنطقه فين هبطتي الابره، وغادا ديري هنا واحد الغرزة بهذا الشكل. كتبتي الخيط يعني بحال درتي غرزة، المهم كترجعي الخيط لتحت وديري تكملي الخدمة ديالك عادي جدا. المهم تلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل ونخدم معاكم ملاقية واحدة اخرى جديدة. شكرا لكم كاملين، شكرا للدعم ديالكم.